جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحروف عين ميم، تقول: اذا مررت بآية سجدة ولم اسجد، هل علي اثم في ذلك؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. السجود عند المرور بآية سجدة مستحب، من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه، فليس سجود التلاوة بواجب، وإنما هو سنة ومستحب وفيه أجر لمن فعله. نعم.